السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة مها أيمن، واليوم سنتحدث عن الاسم المفرد. أولا، الاسم المفرد هو كل اسم يدل على واحد مذكر أو واحدة مؤنثة. الاسم المفرد يكون اسم إنسان أو نبات أو حيوان أو طير أو جماد أو صفة أو اسم إشارة أو ضمير، مثل هذا ولد، هذه بنت. ثانيا، الاسم المثنى. المثنى اسم يدل على اثنين او اثنتين. الاسم المثنى اخره الف ونون او ياء ونون، والاسم المثنى تكون النون فيه مكسورة، مثل هذان ولدان، هاتان بنتان. والان معكم الطالبة نوران هاني، وسوف احدثكم اليوم عن الاسم الجمع. الاسم الجمع هو الذي يدل على اكثر من اثنين أو اثنتين. هناك جمع ينتهي بالألف والتاء، وهو جمع المؤنث السالم، وهناك جمع ينتهي بواو ونون أو ياء ونون، وهو جمع المذكر السالم، مثل الحيوانات. الحيوانات جمع مؤنث سالم. الماهرون والباحثين جمع مذكر سالم. وهناك جمع لا ينتهي بذلك، وهو جمع التكثير، مثل الضفادع والتماسيح وعجائب. أمثلة: هؤلاء معلمون، هؤلاء معلمات. وأمثلة أخرى: هؤلاء أولاد، هؤلاء بنات. وأمثلة أخرى: هذه فراشات، هذه أشجار.